بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هناخد جملة التخصيص اللي هي assignment في مادة الحاسب الآلي الصف السادس الإعدادي. اولا جملة التخصيص: الشكل العام لها على يمين العلامة قيمة او معادلة، وعلى يسار العلامة متغير او خاصية. العلامة اللي هي زي يساوي. علامة يساوي هنا تسمى معامل التخصيص، وليس المقصود بها التساوي الحسابي، ويتم تنفيذه كالآتي: وضع القيمة على يمين العلامة، أما المتغير فعلى يسار العلامة. مثال: x بيساوي x زائد 1. ما ينفعش نقول x زائد 1 يساوي x، لأن ما ينفعش يكون على يسار العلامة أكثر من متغير 1. مثال خاطئ لأمر التخصيص: x زائد 1 يساوي x، لأنه لابد أن يكون على يسار العلامة متغير 1 فقط. عند كتابة الكود نستخدم العلامة AND لكتابة النصوص بجوار بعضها. لكتابة تعليقات أو ملاحظات تساعد القارئ على فهم الكود نستخدم كلمة ريم علامة أبوستروف للتسهيل على القارئ. لاحظ أن 1 يمكن التخصيص للمتغيرات الفاريبلز أثناء الإعلان عنها أو في مرحلة لاحقة. 2 يمكن إعادة التخصيص أي عدد من المرات، ولذلك يطلق عليها لفظ المتغيرات. يمكن إعادة التخصيص أي عدد من المرات، ولذلك يطلق عليها لفظ المتغيرات، لأن قيمتها يمكن أن تتغير أثناء سير عمليات البرنامج. 3 التخصيص يمكن أن يكون بقيمة مجردة أو متغير أو بخاصية أو بتعبير. 4 علامة يساوي لا يقصد بها التساوي الحسابي، وإنما يقصد بها علامة للتخصيص كما بمثال x يساوي x زائد 1، حيث x الموجودة بالطرف الأيسر تمثل المخزن، و x الموجودة بالطرف الأيمن تمثل القيمة. كده خلصنا درسنا النهاردة إن شاء الله جملة التخصيص. أتمنى تكون فهمتوا الدرس.